بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لفضيلة الشيخ لصلاة الاستسقاء والعيدين، إذا فاتت الإنسان هل يقضيها أم لا؟ وإذا فاتت ركعة فهل يقضي التكبيرات أم لا؟ وبالنسبة للأئمة لا يطلبون من المأمومين تسوية الصفوف في قول استووا تقاربوا، فما رأي فضيلتكم؟ أولا هذه مناسبة طيبة، أعني هذا السؤال لأنه صادف اليوم الذي أقمنا فيه صلاة الاستسقاء، والاستسقاء كما نعلم هو طلب السقيا، وطلب السقيا يكون على أوجه كثيرة، قد تستسقي وأنت في السجود، وقد تستسقي وأنت في مجلس بين أصحابك، وقد يستسقي خطيب يوم الجمعة، وقد يخرج الناس إلى مصلى العيد ليصلوا صلاة الاستسقاء، وصفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. أما الخطبة فإنها خطبة واحدة وليست كخطبة العيد. العيد فيه خطبتان على المشهور عند أهل العلم، وقيل خطبة واحدة عن العيد، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة السالمة من التضعيف، أن خطبة العيد خطبة واحدة. لكن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الناس الرجال أولا، ثم ينزل إلى النساء فيعظهن. أما الاستسقاء فهو خطبة واحدة، حتى على قول من يرى أن صلاة العيد لها خطبتان، فهي خطبة واحدة، إما قبل الصلاة وإما بعد الصلاة، فالأمر كله جائز. لو أن الإنسان حين حضر إلى مصلى العيد وهو الإمام استقبل القبلة ودعا وأمن الناس على ذلك لكان كافيا، وإن أخر الخطبة إلى ما بعد الصلاة فهو أيضا كاف وجائز، فالأمر في هذا واسع. وإنما قلت ذلك لئلا يستنكر أحد ما قد يفعله بعض الأئمة من الخطبة والدعاء في صلاة الاستسقاء قبل الصلاة، فإن من فعل ذلك لا ينكر عليه لأنه قد فعل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا فاتت الإنسان صلاة الاستسقاء فأنا لا أعلم في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لو صلى ودعا فلا بأس. وأما صلاة العيد فإنها لا تقضى إذا فاتت، لأنها صلاة شرعت على وجه معين وهو حضور الناس واجتماعهم على إمام واحد، فإذا فاتت فإنها لا تقضى، بخلاف صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى أيضا، لكن يصلي بدلها ظهرا لأن هذا وقت الظهر، فإذا لم يتمكن من الجمعة صلى الظهر. أما العيد فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام عنها بدل، فإذا فاتتك مع الإمام فقد فاتتك ولا يشرع لك قضاؤها. وأما بالنسبة للتكبيرات فإنك إذا دخلت مع الإمام في الركعة الأولى بعد انتهاء التكبيرات فإنك لا تعيد التكبيرات، لأنها سنة فات محلها، إذا فات محلها سقطت. أما الركعة الثانية فسوف تكبر مع الإمام. وأما إذا فاتتك الركعة الأولى ولم تدخل مع الإمام إلا في الركعة الثانية فمن المعلوم أنك سوف تكبر التكبيرات التي يكبرها الإمام أو ما بقي منها، وإذا قمت إلى قضاء ما فاتك فإنك تكبر في الركعة التي تقضيها. نعم. أما طلب الأئمة تسوية الصفوف في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء فإنه مشروع كغيرهما من الصلوات، وذلك لأن الناس إذا لم ينبهوا على هذا ربما يغفلون عنه. فكل صلاة يشرع فيها الجماعة فإنه يشرع للإمام إذا كان الناس صفوفا أن ينبههم وأن يقول استووا اعتدلوا
وأما قول بعض الأئمة استقيموا فإن هذه لا أصل لها ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بحثت عنها وسألت بعض الأخوان أن يبحثوا عنها فلم يجدوا لها أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول بدل أقيموا صفوفكم استقيموا، ولا وجه لقوله استقيموا، لأن المراد بقوله استقيموا يعني على دين الله، وليس هذا محله، يعني هذا محل، لأن هذا محل أمر الناس بإقامة الصفوف، ولهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول عند تسوية الصفوف استقيموا، بل يقول أقيموا صفوفكم، سووا صفوفكم، وما أشبه ذلك. نعم.